طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني في محاضرة جديدة. اللاب حق الاسمبل اللي حنشتغله المرة دي ابليكيشن على الترافيك لايتس. نحن ما حنبدأ نعمل الترافيك لايت بالاسمبل لانجويج. في مثال اكزامبل موجود داخل البرنامج بتاع الترافيك لايت، حنشرحه شرح عام كده، بناء عليه حنعمل تطبيقات. يعني نحن ما حنعمل سيستم بتاع ترافيك لايت. فيفضل الحاجة دي انها تتعامل باللغة بتاعت الهاي ليفل لانجويج. طيب، لما نجي نشوف المثال الموجود في داخل البرنامج، بنجي نفتح من وين؟ شايفين في التايتل اللي هنا او التول اللي هنا الموجودة، بعد نيو اوبن في اكزامبل، او في السهم الداخلي ده تجي تفتش على ترافيك لايت المثال بتاعك، اوكي، او تضغط ذاته على اكزامبل، بتفتح لك رسالة زي دي، بتلقى كمية من الاكزامبلز الموجودة هنا جوا. بتفتش على ترافيك لايت، تعمل تي. عادة نحن بنشتغل بالاول، التاني ده فيه مشكلة بتاعت كودي، فده البرنامج الموجود داخلي جوا، اللي هو داخل البرنامج الاي ام يو. فنحن حنشرحه بسرعة عامة كده بسرعة، ولما نجي نشتغل تطبيقات دايما بنحب ننبه الطلبة على حاجة معينة. الاكزامبل الموجود دايما الجوه دي اياك انك تعدي لفوقها في السوفتوير. انت بتشيل الحاجة اللاينز او الانستركشنز الدايرة انت، وبتعمل لها كوبي، بتجي تنسخها في مساحة فاضية تانية، تقعد تشتغل عليها. لكن حنحتاج للفيرشوال مونيتور الخاصة بالبرنامج اللي حنشتغل عليه. طيب انا ما ادري اطول الكود زي ما هو ظاهر، نحن ان جنرال كده حنشرحه يعني بصورة سريعة كده، اللي هو الجزء ده خاص بانه انه يخلي الترافيك لايتس كلها كلوز. ليه؟ لانه ده خلاها كلها ريد. يعني اي إشارة بتاعت مرور هنا ظاهرة كلها هخليها ريد. والحاجة داري نبه عليها إنه كل إشارة مكونة من 3 بت، يعني الساوس مكونة من 3 بت، اللي هي 0 1 2 3، ما هي طبعا الريد واليلو والجرين دي 3 بت، الإيست 3 بت، والنور 3 بت، والويست 3 بت. التوتل بتاعها يعني نحن كده محتاجين لكم 12 بت، مظبوط. والهكسا ديسما مكون من كم؟ 16 بت. اذا حتكون عندنا كم خانة؟ 4 خانات، هي كلها بزيرو، 4 بت دي بزيرو. دي عشان نحن نكون عارفين اول حاجة نحن هنا في الكود خليها كلها ريد، وده وين؟ اوت. شايفين الاوردر بتاع اوت ده؟ وليه ايه اوت لاربعة كما اكس؟ الاوردر اللي خليته كله ريد ده نمبر يا اخواننا هو بالهكسا ديسما او بالباينري. نحن كل حنوديه في البورت رقم 4، يعني السوفت وير الموجود بيتعامل مع البورت رقم 4 في المايكرو بروسيسر. عشان كده دائما نحن الاكواد اللي حنشتغلها ومستخدمين البورت رقم كم؟ رقم 4. ليه؟ لانه الديفولت الجاي فيه المايكرو بروسيسر انه البورت رقم 4 هو اللي حدينا الاوت الاشاره بتاعتنا، وهو حنستقبل الستاتس بتاعتنا ان عن طريق البورد من البورد رقم 4. لا 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 لا. بالنسبه للاوردر اللي هو في اللاينز رقم 13 الموف والنكست لحد اوت دي من هنا لحد هنا، دي ان جنرال دي بنعمل بنخلي الاوفست يعمل كالكوليشن، كويس، يعمل كالكوليشن، بيخلي البروسيسور انه يعمل كالكوليشن للحاله بتاعت البيتس الموجوده في الترافيك لايت، وانه لما يبدا يحسب في الترافيك لايت يبداها من الساوس هنا ويمشي في اتجاه عكس عقارب الساعه اللي هي انتي كلوك وايز. يمشي يبدا يحسب من هنا ويكون ماشي كده انتي كلوك وايز، بيحسبها كده. وحاجة داري نبه عليها دايما، البت الخاصة بالريد، يعني اللي بتخلي يعني اي لون ريد هنا
دي موجودة في البيت اللي اسمه low significant bit، والجرين بتكون دائما في high significant bit. دي نحفظها كده، الزيرو دائما ده low والاثنين التو دي للهاي. طيب الكود، زي ما نرجع للكود ده اللي بيخلي البروسيسور انه يحفظ يعمل كالكوليشن في انتي كلوك وايز، ويبداها من الساوث وانت ماشي للايست والنورث والويست كده. ده الكود ده شغال كده، انا بشرح ان جنرال لاخواننا. بعد ذاك بعمل اوردر، ده اوردر يعني الكلام ده اوردر انا بنفذه يمشي يتنفذ لي للبورت رقم 4 عشان نبدا الحساب كده. اهم حاجه دي يا اخواننا، انا ما بقول انها حفظ، لكن ده الكود ده من هنا من 20 لحد دي 24 ده خاص بالديلي، دي الفانكشن الخاصه بالديلي. يعني انت اي كود داير يعمل لك ديلي بس من لاين 21 لحد 24 ده الديلي. طيب مقداره كم؟ المقدار ده انا حاجه اوريكم له. ده مثلا حاسه هنا عامل ديلي 5 سكند، وال5 سكند في لغه الاسمبلي لما نحن نحولها للهكس ما بنقول 5 سكند كده، بنقول 5 مليون مايكرو سكند. 5 مليون مايكرو سكند دي عشان انا احولها لهكس، طبعا صعب انه انا استخدم الكالكوليتر او الكونفرتر، صعب شديد العمليه دي لما نعمل كونفرت، لانه عن الخانات بسيطه هنا، وال5 مليون هنا في الانساين صعب انه نكتبها. هقوم نعمل شنو؟ طوال بنلجا للكالكوليتر بتاعتنا الموجوده في الكمبيوتر، بنحول من ستاندر او ساينتفك او جرافيك لبروجرامر. اوكي لبروجرامر، الرقم اللي احنا دارين نحوله للهكس احنا دارين نعمل كم هنا مستخدمين 5 سكند، نشوف الرقم هل هو يا هدى. ال5 سكند ده بقسمه بين الريجستر سي اكس والدي اكس، ما كتير عينه حسب الدي اكس ان احنا شايل كل 16 بت صح، باقي لسه رقم بجي اوديه لوين؟ للريجستر الثاني. طيب انا عشان اتاكد انه الرقم ده فعلا يا هدى دي ال5 سكند بتاعتنا ان احنا دايرينها ولا لا، اللي هي بتعادل كم؟ 004C4P40H دي 5 مليون مايكرو سكند. طيب نجي نشوف، انا داير احول ده مقدار الديلي، انا دايره 5 مليون، لاحظوا ليه بالهكس تجي كم؟ 4C4P40 يهدي ليه 4C خطيناه في الريجستر بتاع CX، اما الباقي ال 4B40 دي خطيناه في الريجستر بتاع DX الثاني. الانستركشن في 23 دي الموجوده دي هل بتدي تخلي البايوز يعمل ديلي، ده بتخلي البايوز يعمل ديلي اللي هي من البت الاولى للثانيه للثالثه، لازم يحصل ديلي اللي هو انا بنحول من الريد لليلو للجرين، ثاني من الجرين لليلو للريد وهكذا. طيب نحن ناخذ مثال عملي، انا جيت نجي نشوف كده البرنامج هو شغال كده بعمل رن، ده الديفولت على السوفت وير شغال كده شايفين، بستنى 5 سكند هيحول لليلو، بعد ذاك يحول للريد، بنعمل رن كده السوفت وير بتاعنا شغال. لحظه طيب، انت كل ما يحول من خانه لخانه لاحظ الارقام اللي هنا تحت بتتحول كيف، هنا ده الاوردر اللي بيمشي للبين رقم كم؟ 4، انا ما قلت البين رقم 4 شايفين هنا، ده الاوردر بيمشي هنا. طيب احنا نقوم بناء على البرنامج ده، انا جيت طلبت منك عشان نفهم الارقام دي قاعد تجي كيف، انا حاجة اشرحها بطريقة مبسطة جدا. يعني لاحظ انا دار اعرف الحالة دي اللي قدامي الظاهرة قدامي دي،
انا داير اعرف الاوردر بيمشي للبورد رقم 4 هو شنو. فبجي اتعامل انا زي ما قلت لكم ببدا من وين الحساب، ببدا من الساوس وبمشي انتي كلوك وايز كده ببدا احسب. دي الحاله تحتي انا، وعلى اساسها الحاله اللي قدامي دي انا ابدا الكود بتاعي. نجي نشوف كده نحن نعمل تيبل. نحن دايرين نشتغل ب طبعا ده الهكس هو 16 مظبوط. طبعا اي اشاره هنا بتبدا، ما انا لو داير اشتغل الاشاره الاولى تبين 0 1 3 يعني ده تيبل ده خالص بشنو بالساوس، والبعده 3 ديل بالايست وانت ماشي كده تمام. لما نجي نعاين الحساب ده 0 اكيد ده حيكون 1 2 بعد ده 3 هنعمل الارقام طبعا هنا بالهكس ما بكتب 10 بكتب طوالي A. F. ده. A, B, C, D, E. F. دي ال 16 بيت بتاعتهم تحت الهكساديسيم. ما الهكساديسيم طبعا فيها 16 رقم. طيب زي ما قلت لكم طيب الله هنجي نملاه بحسب الصوره اللي قدامنا دي. هنبدا من الزيرو اللي هو ده ترافيك الله السري بيت الاولى اللي هي بنكون من كم من زيرو لحد 2. طيب فيها جرين طوال انا ابدا الزيرو فيه شنو ما شغال الاشاره هتبقى زيرو والوان بزيرو ده الاثنين بكم ب1. طيب نجي للايست عين 3 بعد من وين طوالي بعد في 3 اللي هي بكم ب1 0 0. طيب النورث بعد من كم من 6 6 فيها 0 دي فيها 0 ال8 فيها 1. طيب الويست بعد ب9 طوالي فيها كم فيها 1 ال A ب0 والبي بي 0 ده الترافيك لايت هنا اللي هي 12 بت. لما نيجي نحسبها من الارقام 12. طيب باقي الخانات حامل فيها شنو طوالي حتخد فيها 0 0 0 0. الرقم ده هو انا الحاجة ابدا بيه زي ما شايفين هنا في الكود. هنا اول تعليم انا بخدها اللي هي موف للاي اكس لو انا ده الاوردر داير ابدا بيه. انا الحالة دي لو أنا دائرة تبدأ لي طوالي بالكود بتاعي طوالي هحول الرقم ده لباينري نفسه أشيله باينري أو دائرة أشيله بالهكس حاجة أخده هنا ده أول حاجة. بعد ذاك أوديها وين من الـ AX هحولها للبورد رقم 4. عرفت الطريقة كيف؟ هسه الرقم ده لما نيجي نحوله لهكس بيعادل شنو في الهكس؟ نجي طوالي وما تتعب كتير. يعني نحن لما نجي نحول بالهكس ما بنشيل الثلاثة دي الإخوان بنشيل دائما أربعة مظبوط أربعة بيت. ما أنت الهكس بيكون من أربعة بيت صح ما بنشيل ثلاثة كده. ما أنت إذا شيلت ثلاثة المايكرو بروسيسور طوالي حيفتكر الخانة الرابعة بكم بزيرو طوالي. فحنقوم نشيل كله أربعة مع بعض اللي هي أنا عشان هي أنا أوضحها. مثلا ده تبراو ديل الأربعة هنديها مثلا جرين ديل الأربعة هنديها وهكذا لحد ما ننتخي من الأربعة عشان نكون نحن مفرقين الأرقام بتاعتنا. نجي نشوف الرقم ده شنو بالهكس ممكن تشتغل باينري زي ما قلت لك. طيب طوالي نجي ليه convert نجي نعاين للرقم بتاعنا هنا طيب نجي نكتب الرقم بتاعنا
طيب الرقم ده نجي نشوف، نجي نعين الخانات الاول من 0 لحد 3، هو بعد شنو ناخذ في الباينري 1100، بنجي الرقم هو عباره عن سي اللي هو 12 مظبوط. هنجي نكتب هنا طوالي هو سي. طيب الخانة اللي بعدها كم؟ لاحظين من 0 0 0 معروفة هي 0، الفور دي من 4 لحد 7 دي 0 0. طيب من 8 لحد B اللي هي مكونة من كم؟ من 1 1 0 0، ده الرقم 3 تقريبا، هو 3 أيوة، اللي هو حنكتب 0 0 1 1، شايفين 3 3. والخانة من C لحد F هو كم؟ 0. طيب إذن ده شنو؟ ده الرقم بالهكس أو بالباينري. لما نجي نشوفه بالباينري هو عبارة عن شنو؟ 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0. الرقم ده لو كتبته في الكود بتاعك، أول حاجة أول رقم ده الناتج بتاعنا اللي هو الساوس حيكون بالجرين، والإيست حيكون بالريد، والنورس بالجرين، والويست بالريد. أظن الخطوة دي كده حتكون واضحة. نفس الحكاية لو جينا للمثال ده ظاهر قدامنا ده، وهكذا. طيب لما نجي برضو للمثال التحت ده غير المثال ده، نفس العملية. حاجي أول حاجة أشوف الحالة اللي قدامي وعلى أساسها ببدأ الكود. طيب نجي نعاين لزيرو هو الريد عامل واحد، وديجيت 1 و2 هي ب 0 0. طيب بالنسبه ل 3 ب 0 1 4 ب 1 لانها هي مولعه، 5 ب 0 6 ب 1 0 0 بعدها 9 ب 0 و A ب 1، الباقي كله ب 0 من B وانت ماشي كده لحد F كلها 0. طيب نجي نشوف الرقم ده بيطلع لنا شنو، اللي هو نبدأ طوالي بالآلة بتاعتنا الكونفرتر اللي هي 0 0 0 1، هو عبارة عن 1، الرقم ده عبارة عن 1، بجي اكتب 1 0101 هو عبارة عن 5. الترتيب أهم حاجة، دي الطريقة اللي بنكتب بها الكود كده، من اليمين الهكس بنبدأ من الرايت تو ليفت، لازم نراعي الحاجة دي. طيب باقي لنا اللي هي من 8 لحد دي بي، من 8 لحد بي هي عبارة عن 0 1 0 0 0، هي عبارة عن 4، والباقي 0. ده الرقم بالهكس اللي عندنا. ده الكود حنديه ونعمل له سيندينج للبورت رقم 4 اللي بيخلينا الترافيك لايت بالحالة دي. إلى ألتقيكم في الدرس القادم، هو حنعمل أبليكيشن نخلي كل الترافيك لايت بالريد وننفذها طوالي ونشوف النتيجة شنو.